أعزائي مشاهدين أرت أوف هانتنج، مرحبا، كيفكم؟ جميل علوان معكم من ولاية ميشيغان. بكرة إن شاء الله أول موسم المباريات بالمسدس، وحيفتتحوا الموسم بأول مباريات الأستيل تشالنج. حابب شارككم هالتجربة لأنه محمس، ملبك، مرتبك وخوفان من أول مباريات، لأنه كل هالشتوية ما كنا عم بتمرن منيح. كنت مقداها عم بقوس بالجفت بالبندقية الصيد، أنا وخينا علي أوس تراب، وما كنت مركز كتير على المسدسات. فبكرة الامتحان، يعني مثل ما بقول المثل، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فبكرة المسابقة منا مسابقة على صعيد الولاية، على صعيد محلي، هي بالنوادي المحلية. فحيكون فيها تقريبا شي 6 نوادي مشتركين، من 6 نوادي حيشتركوا بهالمباراة. هذا هو المسدس يلي حنستعمله بالمباريات بكرة إن شاء الله على ستيل تشالنج، وهو مثل ما شايفين CZ SPO175. فبكرة حنقوس، بعتولنا الليستا، الماتش حيكون 4 مراحل، كل مرحلة فيه 5 أهداف بدك تقوسهم بحيالة ترتيب، وآخر شيء الهدف الملون، وكل مرحلة بدك تعيدها تقوسها 3 مرات. المسدس فارغ لأنه كان في chamber indicator، وهذا هو المسدس، هو عيار 9 ملليمتر وله adjustable rear sight، يعني النيشان الخلفي فينا نعدله للارتفاع وللوندج لشمال يمين، وبالأمام في له fiber optic sight، وهو double action single action. بس بالمباريات بكرة حيكون حنستعمله بس بالسنجل اكشن. تريجر تبعه 2.5 باوند. حتكون المقسم المباريات لعدة اصناف. انا بشترك بالمسدسات السنتر فاير يلي هي بتقوس الرصاصة، يعني فيها كبسونة، يعني 9 ملليمتر او عيار 45 او 40. في المسدسات اللي بيكونوا عيار 22 او 6 ملليمتر مثل ما بقولوها بلبنان، وفي بنادق وفي كاربين، وبعدين انواع النيشان كمان تختلف. في عندك الفصيلة الايرون سايت بسموها اللي هي نيشان الحديد تبع المسدس، وفي الريد دوت اللي بحطه نادور او النقطة الحمراء الريد دوت. فانا بشترك كمان بمسابقة فصيلة الايرون سايت، يعني النيشان العادي. بكرة السبت خينا علي عنده صيد، رحلة صيد كان عم بخطط لها من جمعتين، وقال لي إذا بروح معه، فما قدرت لأنه عندي المسابقة بكرة. فهو حيصور إن شاء الله برحلة الصيد، وأنا حصور بالمسابقة، وإن شاء الله بنعمل فيلمين، فيلم عن المسابقة تبع ستيل تشالنج، وهو بيعمل فيلم عن رحلة الصيد إن الله راد. والخرطوش اللي حبستعمله هو عيار 9 ملليمتر، أنا بدي أكون هولي عندي بالمكنة منشان الماتشات للمنافسات. والرصاصة وزنها المكزوف 147 جرين. في مثل ما بتعرفوا 9 ملليمتر بيجي 115 124 و 147. انا لهيدا المسدس معير النيشان تبعه لاطلاقات 147، لانه اطلاقة 147 بما انه تقيلة بتكون السرعة تبعها شوي اخف، فبالتالي قوة التردد اخف، ولكن الضغط هو ذاته، لانه كمية الضغط تعتمد على قديش كمية البارود ووزن المكزوف. فإذا زاد وزن المكزوف بدك تخفف البارود حتى يضل الضغط هو متعادل للسبطانة 9 ملليمتر. فكل ما كان زاد وزن المكزوف بدك تخفف البارود، فبتصير سرعة المكزوف أخف، وبالتالي قوة التردد أخف. هلا وصلنا على طريق النادي وفقتين على النادي. مثل ما شايفين المتبارزين صافين سياراتهم هون. بننزل، بلش قلبي يدق، لانه المباراة والمبارزة دايما في، والمنافسة الى رهبتها. هلا بدنا نصف السيارة ونفوت من هون على محل المباراة. مثل ما شايفين، هلا
بلش عن جد قلبي يدق هلا لانه المبارزه كثير حلوه. المتسابقين بيجوا بيمضوا هون وبيعبوا الطلب. محل المباراة في 4 مراحل، كل مرحلة بدنا نقوسها 3 مرات، وكل ستيج فيه 5 أهداف بينعادوا 3 مرات. Okay, load mag ready. Shooter ready. Stand by. Shooter ready. Stand by. Ready? Stand by. Shooter ready. Load and make ready. Shooter ready. Stand by. Shabelle, you're hitting high. Thanks, Sam. Shooter ready. Stand by. Shooter ready. Stand by. Yes. Load make ready. Shooter ready? Yes, sir. Stand by. Load mic ready. Shooter ready. Stand by. Shooter ready. Stand by. Stand by. هلا خلصنا الماتش وظاهرين من النادي. خليني اوقف بس بمحل شوي في هون لحتى نقلكم باي باي ونقلكم كيف كان الماتش. فأوف شو بكتير. فمثل ما شايفين هذه النتائج وصورة سكور كارد صورنا لكم إياها، والأحد أو التنين إن شاء الله بيعملوا النتائج وبفصلوها للي قوسوا بالمسدسات. في نوعين، في اللي بيقوس ايرون سايت نيشان الحديد، وفي اللي بيقوس ريد دوت أو النقطة الحمراء، وبعدين في اللي بيقوس عيار 22 اللي هو 6 ميلي، وبعدين في فصيلة للي بيقوس البنادق والكاربين. فكل واحد بتبارى بالفصيلة تبعه. فأنا سكور تبعي حيكون من فصيلة اللي بيقوسوا سنتر فاير، يعني الرصاصة اللي إلها كرتونة مثل 9 مليمتر أو 40 أو 45 وبنيشان حديدي. هلأ تلفلي رفيقي وقال لي إنه طلع النتائج مثل ما عم تشوفوا هون. هذا الإيميل هلأ حنفتحه بيقروا بحطوا هذا اللينك لسكور بيقولوا مين ربح. ففينا نقرأ هون بسرعة. Congratulations. بحطوا الأسماء يلي ربحوا بالريم فاير، يعني الفرد 6 ميلي ايرون سايد. هو اللي ربحوا بالريم فاير يعني ال 6 ميلي اللي بيستعملوا الريد دوت. وهون جميل علوان وكيف يلي ربحوا بالسنتر فاير ايرون سايد ديفيجن. نفتح
اللينك ومنشوف الأسماء. مثل ما شايفين هيدا السكور تبع الماتش تبع امبارح ب 14 أيار، وبننزل على الكاتيجوري تبع السنتر فاير، هيدي المباراة اللي كنت أنا فيها بهالفصيلة هاي، وبنشوف إنه الاسم الأول هو جميل علوان مركز أول، مركز الثاني كيف، والمركز الثالث سكوت. وإذا بنطلع هون على الأرقام، المركز الأول سكور تبعي كان 49.82، والمركز الثاني كان 57.2.